ازيكم؟ عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جزء جديد من مشتريات جهازي، زي ما انا قلت لكم ان انا كل حاجه جديده هجيبها هفضل انزلها معاكم وافرجكم عليها. ده يعتبر جزء، وهوريكم ان شاء الله بكره جزء كمان. بصوا الحاجات دي لسه شارياها، جبت الجريل دوت، شايفين اصلا شكله؟ لو عايزين تاخدوا اي سكرين عشان خاطر تعرفوا تجيبوه وتجيبوا الماركه بتاعته، اه اسمه الرحمة نيو، شايفينها؟ اهو لونه يا جماعة، الشكل بتاعه ايوه شكله حلو قوي. انا افتح لكم واوريكم. شايفينه؟ عجبني قوي يا جماعه، والماتيريال بتاعته تقيله قوي. تاني حاجه جبت البراد ده، براد بايركس. بصي يا جماعه، انا كمان عايزه اجيب براد تاني، مش عارفه اجيب استانلس ولا اجيب جرانيت، فاكتبوا لي يا ريت تحت في التعليقات، قولوا لي اجيب البراد اللي اجيبه، اجيب استانلس ولا اجيب جرانيت، لان احنا محتارين قوي بسبب كده، ولا اجيب الاثنين، انا مش عارفه. وبرده جبت كاتلين، جبت كاتل استانلس وجبت كاتل مش عارفه انا كان اسمه ايه الصراحه، مش فاكره قوي. المهم تعالى اكمل معاكم. بصوا الصواني دي، الصواني ديت عجبتني قوي قوي قوي، كنت شايفاها قبلها بيوم، يعني كنت شفت جروب وكده، شفت المحل منزله عجبتني، ما تخيلتش ان انا هلاقيها، بس انا هوريها لكم وافرجكم عليها. دي صواني نازله جديده حلوه قوي، صواني تقديم، بس صواني خشب، خشب في ازاز. بصوا يا جماعه شكل الصينيه عامل ازاي، شكلها كيوت قوي قوي. يعني بصوا اصلا من ورا، من قدام هنا ازاز اهي، وهي صواني خشب تقدمها اي حد بيها كده، شيك قوي. وبصوا مقاسها، يعني ده المقاس الصغير، ده اللي بعدها على طول اهو، والكبير اهو. نظامها جديد وحلوه، لما تيجوا تقدموا لحد وتطلعها له. بس عجبتني جدا الصواني ديت، جبتها. وجبت طقم الصواني دوت، طقم الصواني اهو شايفينه، دي صواني جرانيت جبتها عشان محتاجه المقاسات بتاعتها، لان قطم الحيل بتاعتي مش كلها فيها المقاسات دي. تمام، ودي عجبتني. بس انا هطلع لكم واحده اهي يا جماعه، تقيله قوي وحلوه قوي، يعني شكلها اصلا جميل. برضو الكبيرة بتاعتها اللي تحت ديت، بس انا مش عارفة تعرف اطلعها ولا لا. الكبيرة بتاعتها اهي، بصوا كبيرة ازاي، دي الصغيرة ودي الكبيرة، وفي اللي هي الوسط اللي بينهم. طقم الصواني ده حلو قوي، وهينفعكم، يعني هينفعكم حاجات كتير. جبت برضو الطاسات الصغيرة ديت عشان حسيتها ان هي هتلزمني كتير. الصواني دول صينيتين صغيرين عشان خاطر لو بعمل اي حاجة عليهم، بقلي بيض الكلام دوت، لان كل الصواني اللي جايلي مع الحلل جايلي الصواني بتاعتها كبيرة، فانا حبيت ان انا اجيب صينيتين صغيرين هينفعوني جدا يعني. وجبتهم برضو جرانيت، وجبت القلب بتاعهم من جوه، جبته نفس اللون اللي بره، مجبتوش ابيض. تمام، عشان يبقى احسن.
نزلت الصواني ديت برضو، دي صواني عشان خاطر لو عايزه اعمل جلاش اعمل اي حاجه اللي هي تنفع معايا، لان الصواني المدوره ديت كل الصواني اللي بتيجي في تقوم الحلل بتبقى كلها مدوره، فلازم الصينيتين دول. يعني انا صدفه ان ماما فكرت لي فيهم وقالت لي عليهم. برضو جبت الصواني دي جرانيت اهي، جبتها للجلاش لاي حاجه حلوه قوي. انا جبت يعني جبتها اللي هي الفرداني ديت عشان اجيب الاثنين نفس المقاس، ما جبتش طقمه على بعضه، يعني الاثنين دول هتلاقيهم نفس المقاس عشان لو عندي عزومه عندي اي حاجه اعمل الاثنين مع بعض. هي دي كانت حاجات نواقص شويه في الحاجات اللي انا جبتها. تاني حاجه جبت اللبانه دي، انا حاجتي كلها انا لسه واخده بالي يا جماعه كلها جرانيت، مش جايبه غير جرانيت. برضه اللبانه الجرانيت ديت حلوه قوي، والغطا بتاعها ستانلس. شايفين شكلها واللون بتاعها؟ يعني لونها تحفه. انا برضه فكرت في لبنه اللبن دي عشان خاطر كنت ناسيها خالص. برضه ماما اللي فكرت لي بيها، يعني الحاجات اللي انا ما بفتكرهاش ممكن تبقى انا قاعده انا وماما كده مجرد ان هي تفكرني بالحاجات اللي ناقصه نقوم جايبينها في اليوم. وعودوا نفسكم، يعني انا ماشيه بنظام ان انا كل حاجه بجيبها بكتبها عشان خاطر ما انساش، وبعمل حسابي النازله الجايه اللي انا هنزلها هنزل عشان اجيب ايه، عشان كده يعني لو ما بحضرش قوي ماشيه انا دلوقتي واخده قسم قسم، دلوقتي انا واخده بتاع المطبخ والاطباق والحاجات دي كلها. جبته الكاتل اللي هو الفيروس اهو، هو ده اللي هي الطبق بتاعه ولا اسمه ايه ماما؟ الله يعلم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عادي القعده بتاعتك، القعده بتاعتك سوري يا جماعه سامي اهو شبه الطبق بتاعه مش مشكله اي حاجه. هو كبير كده ليه؟ انت عامل عزومه هو بينور اصلا، يعني انا لو جنب اي فيشه كنت اوريه لكم بينور ازاي حلو قوي والله. ما فيش جنب اي فيشه نورها ده اللي انا بقول لكم عليه جبته حلو قوي. والثاني انا كنت منزلاه له في فيديو كنت اوريه لكم اللي انا بقول لكم جبت اللي هو النوع اسمه مش عارفه، انتوا هتخشوا بالفيديو هتبقى هتشوفوا انا كنت جايباه ايه، بس انا مش فاكره اصلا ساعتها لان بابا هو اللي كان جايبه لي. اللي هو بينزل برضه عامل زي ماما كده، ينزل اي حاجه تلاقيه يعجبها يقوم جايبها. بصوا الصواني ديت بس انا مش عارفه افتحها اهي، انا قلت برضه اوريها لكم عشان تبقوا عارفينها. ده طقم صواني المونيا اللي هي الصواني البسبوسه، انا جبت الثلاثه دول على بعضهم، دي مجموعة على بعضها معمولة. والطقم ده حلو قوي برضو سعره حلو جدا، يعني ثلاثة دول على بعض وثلاث مقاسات يعني حلوين هينفعوك جدا. وجبت برضو طقم الصواني ده، انا عملتكم على فكرة فيديو كله عبارة عن صواني. طقم الصواني الميلامين تمام، انا كده جبت الخشب وجبت الميلامين وهوريكم نوع كمان انا لسه جايباه. شايفين شكله والوانه حلوه قوي ومقاساته جميله برده، يعني بصوا هي الصينيه الكبيره من ورا ايه مقاسها. في كذا شكل اصلا من الصواني ديت، وبرده الصواني الخشب ديت في كذا شكل من جوه، في كذا حاجة. بصوا برده المقلاية دي انا عجبتني قوي، استنى اوريها لكم.
ملاهي حلوه قوي، هتنفع معاكم لو بتقلوا بطاطس، عايزين تقلوا سمك، اي حاجه من الحاجات دي تبقى حلوه قوي معاكم، ومنها ان هي تبقى عبيطه كده من جوه، وممكن تعملوا شاورما فيها، تعملوا اي حاجه فيها. تالي ده اخر حاجه، الطقم ده تهمة. بصوا يا جماعة الطقم ده، ده طقم صواني بس ازاز، انا كده جايبه صواني ازاز وخشب، وجبت الملامين، وان شاء الله هبقى اجيب لسه اللي هو صواني التقديم التانية اللي هي الستانلس دي. بصوا هو شكله من جوه هو مقفول، بس انا هحاول افتحه، بس لا ده شكله مقفول خالص يعني، مش عارفه افتح عشان ملزوق من كل ناحيه. بصوا هو الطقم دوت عباره عن 3 صواني، شكله اتفتح مع نفسه. عباره عن 3 صواني، الصينيه ديت اللي محطوط على الوش دي اكبر حجم، واللي تحت اصغر حاجه، وفي اللي هو المشال جاي معاهم. استنى اوريكم صورته اهو، 3 صواني، وهتلاقوا المشال دوت جاي هديه مع الطقم. فالطقم ده والطقم على بعضه حلو قوي يا جماعه، وحلو جدا يعني، شكله كان شيك قوي. انتوا عارفين لو انا هعرف افتحه لكم انتوا كنتوا هتشوفوه، بس فعلا انا لو فتحته يعني ممكن مع اي حركه اي حاجه بعدين يوم هيكسر بسرعه وهيقع بسرعه، فسامحوني في ديت فسامحوني دي يا جماعه. وطبعا انا كده هبقى خلصت الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه، وتعملوا لي شير كتير، وتكتبوا لي تعليقات، وما تنسوش تعلقوا لي الحاجات حلوه ولا وحشه، اكيد في ستات وفي عرايس كتير وعارفين ومجربين الحاجات ديت. وزي ما قلت لكم البراد اللي انا بسال عليه، قولوا لي اجيب اللي هو الاستانلس منه ولا اجيب الجرانيت. تمام، يلا باي.